إذن مع بداية العد التنازلي لموعد انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الداخل، أؤكد لكم أننا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات على أتم الاستعداد والجاهزية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق السياسي الهام لبلادنا. وهذا انطلاقا من الحملة الانتخابية التي تنطلق رسميا يوم الخميس 15 أوت 2024. وفي هذا الصدد كنا في وقت سابق قد أعددنا قرارين بقائمة الفضاءات التي ستحتضن نشاطات وتجمعات المترشحين الثلاث أو ممثليهم، والتي عددها 1106، وكذلك أماكن تعليق ملصقات المترشحين عبر كافة إقليم الولاية، أي في 38 بلدية، والتي يبلغ عددها 705. هذا وقد تمت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أشرفت عليها هيئتنا الدستورية في ظروف تنظيمية جد محكمة، حيث قمنا بتنصيب لجان بلدية ترأسها قضاة الجمهورية وبعضوية ناخبين من كل بلدية من بلديتنا 38. هذه المرحلة الأساسية التي تمت على مستوى البلديات وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض أفرزت لنا أرقاما جديدة متعلقة بالهيئة الناخبة، والتي فاقت 620 ألف ناخب وناخبة موزعين على 368 مركز انتخابي، تضم 1736 مكتب انتخابي، والذي سيعلن عليها السيد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الدكتور محمد شرفي بأرقام دقيقة عن قريب. من جهة أخرى وبخصوص بطاقات الناخب، فقد أنهينا منذ أسابيع توزيعها على البلديات قصد تسليمها لأصحابها، وأيضا تقدمنا بشكل معتبر في ضبط قوائم مؤطرية العملية الانتخابية ليوم الاقتراع، مراعين تعليمة رئيس السلطة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بدمج 10% من المسجلين الجدد ضمن قوائم مؤطرية العملية الانتخابية لليوم الموعود إن شاء الله. طبعا إن السلطة المستقلة للانتخابات ونظرا للخبرة التي اكتسبتها منذ سنة 2019 تدرك جيدا أن الرهان الأول والأخير لإنجاح الانتخابات هو استقطاب الناخبين واستقطاب اهتمامهم إلى موضوع المشاركة يوم 7 سبتمبر، وذلك لأن السلطة الوطنية المستقلة منذ نشأتها سنة 2019 في كل استحقاق كانت تعزز في كل مرة الشفافية العالية. يجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية لولاية كيكدا وعلى رأسها السيدة والي الولاية، ومنذ إعلان السيد رئيس الجمهورية عن استدعاء الهيئة الناخبة، لم تدخر أي جهد في مد يد العون والدعم والمرافقة للمندوبية الولائية من خلال توفير الدعم اللوجستيكي اللازم، لا سيما بتسخير العامل البشري أو وسائل النقل الضرورية لأداء مهامنا، ليس فقط على مستوانا وإنما أيضا على مستوى مندوبيتنا البلدية، وذلك بمنحنا المقرات الإدارية التي نحتاج إليها لأداء طبعا المهام المنوطة بنا على أكمل وجه، دون أن يؤثر ذلك سلبا على مصداقيتنا في تسيير عملية التحضير لهذا الموعد الانتخابي.